المدافع السورية لا تهدأ في محيط العاصمة دمشق لدك أوكار المسلحين على امتداد محاور الغوطة الشرقية. فمدينة دوما كانت مسرحا لهجوم شنه الجيش والدفاع الوطني تراوح بين اشتباكات على بعض الجهات واختراق بري لجهات أخرى، فيما قامت قوات الدفاع الوطني بعملية تسلل في مزارع الريحان القريبة من المدينة والتي أفضت إلى انتزاع مناطق من براثن مسلحي ما يسمى لواء شهداء الإسلام. وهذه العملية حسب قياديين ميدانيين في الدفاع الوطني تهدف لتخفيف الضغط عن باقي الجبهات كجوبر وحرستا وزيادة الضغط على ما يسمى جيش الإسلام في دوما. وزير الدفاع السوري العماد فهد فريج أكد قدرة الجيش في القضاء على الجماعات المسلحة أينما وجدت داخل الأراضي السورية. وخلال زيارة تفقدية قام بها للوحدات المقاتلة والنقاط العسكرية في ريف دمشق، أطلع الفريج على جاهزية الوحدات المقاتلة وظروف عملها، مشيدا بالروح المعنوية والقتالية العالية التي يتمتعون بها. انتفاضة أبناء دير الزور ما زالت مستمرة بوجه مسلح داعش لليوم الثاني على التوالي، وذلك بالتزامن مع اشتباكات بين أهالي بلدتي إصبيخان والدوير بريف المدينة الشرقية. الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 مسلحين من داعش بتفجير سيارة دفع رباعي مزودة برشاش ثقيل. هذه المواجهة أتت بعد قيام داعش باعتقال عدد من النساء من أهل البلدتين. نتيجة ما مارسته هذه المجموعات الإرهابية من تضييق وخنق أهلنا في هذه المناطق على مستوى غذائهم وكسائهم ودوائهم، واعتقال الكثير من أهلنا وزجهم في السجون وقتل الكثير منهم والتضييق عليهم، لذلك بدأ أهلنا في كثير من المناطق ينتفضون بمظاهرات في وجه هذه المجموعات الإرهابية. وفي الوسط السوري نفذت وحدات من الجيش سلسلة عمليات مركزة ودقيقة على معاقل جبهة النصرة في الرستن بريف حمص، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من مسلحي ما يسمى فيلق حمص وكتائب الفاروق. وأحبط الجيش محاولة إرهابيين للاعتداء على أهالي قرية مكسر الحصان بأقصى ريف المدينة الشرقية. المدافع السورية لا تهدأ في محيط العاصمة دمشق لدك أوكار المسلحين على امتداد محاور الغوطة الشرقية. فمدينة دوما كانت مسرحا لهجوم شنه الجيش والدفاع الوطني تراوح بين اشتباكات على بعض الجهات واختراق بري لجهات أخرى، فيما قامت قوات الدفاع الوطني بعملية تسلل في مزارع الريحان القريبة من المدينة والتي أفضت إلى انتزاع مناطق من براثن مسلحي ما يسمى لواء شهداء الإسلام. وهذه العملية حسب قياديين ميدانيين في الدفاع الوطني تهدف لتخفيف الضغط عن باقي الجبهات كجوبر وحرستا وزيادة الضغط على ما يسمى جيش الإسلام في دوما. وزير الدفاع السوري العماد فهد فريج أكد قدرة الجيش في القضاء على الجماعات المسلحة أينما وجدت داخل الأراضي السورية. وخلال زيارة تفقدية قام بها للوحدات المقاتلة والنقاط العسكرية في ريف دمشق، أطلع الفريج على جاهزية الوحدات المقاتلة وظروف عملها، مشيدا بالروح المعنوية والقتالية العالية التي يتمتعون بها. انتفاضة أبناء دير الزور ما زالت مستمرة بوجه مسلح داعش لليوم الثاني على التوالي، وذلك بالتزامن مع اشتباكات بين أهالي بلدتي إصبيخان والدوير بريف المدينة الشرقية. الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 مسلحين من داعش بتفجير سيارة دفع رباعي مزودة برشاش ثقيل. هذه المواجهة أتت بعد قيام داعش باعتقال عدد